من الواجب ومن الضروري أن نحافظ على موروثنا الثقافي الأصيل، وبالمقابل نتقبل الثقافات الأخرى، نحاول نتعرف على الثقافات الأخرى، خصوصا عندنا تقريبا 200 جنسية في الدولة، نعرف بعض من ثقافاتهم عادات الشعوب هذه، وقد نستفيد منهم ما يتماشى معنا، ما يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا. هل نتغير مع كل هذه المتغيرات أم نبقى على أصالتنا؟ أي نبقى نحن محور وكل شيء يدور حولنا؟ وهذا ما صار بالفعل من أكثر من يعني 40 سنة. أنا تعلمتها عن أبي وأبي عن جد عن 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 أبوه، يعني هذا جدا عن جد عن أبن عن جد، فكان نجبر على أن نتعلم هذه المهنة، نجبر جبارا ونحن عمارنا 6 سنين و7 سنين، بحيث أنك إذا أنت ما تعلمت أي مهنة من مهنة البحر فما ما حد محتاج، ما حد يبغى. هم كنا عدالة. ايوه تمام. انا بروفيشنال بالتحليل.